اشهر مازال كنأكد 8 المليون تقريبا ديال التلاميذ والتلميذات مازال ما التحقوش او لا ما كياخذوش الدروس ديالهم. يعني الاضراب متواصل دكتور، شنو المقترحات ديالك؟ وماشي مقترحات، هي دائما غير دردشه مع المواطنين ومع كل شخص كيتهمو هذا الشأن هذا. ولا أظن أن هناك شخص لا يهمه شأن التلميذ. هاد التلاميذ ديال اليوم كيشكلوا يعني حقبة غادي نتحاسبوا عليها، هاد الشهرين غادي نتحاسبوا عليها. أولا ما تحاسبناش عليها حيت تعودنا المحاسبة عندنا ضعيفة، لما تحاسبناش عليها غادي نأديو الثمن، يلا يكون عندها أثر. مزيان عندنا الجائحة وعانينا معها، وعندنا اليوم شهرين وحنا غادي في الشهر الثالث ديال الإضراب ديال الأساتذة. اللي بغيت نذكر هو فقط أنه وزير التربية الوطنية والرياضة اليوم عنده ظروف تشديد، لأنه ليس فقط فشل في التعامل مع هذا الملف، أنا بالنسبة لي فشل واضح، حيت نوصلوا أكثر من شهرين ديال الإضراب، هذا فشل يعني الحكومة كاملة في هذا الموضوع، مش نوصلوا شهرين هذا فشل، يعني مسألة واضحة ما يمكنناش نتناقشوا فيها، لأن الإضراب وسيلة ديال الضغط على المسؤولين لواحد الفئة معينة باش تحصل على الحقوق ديالها. الوسيلة ديال الضغط باش توصل للحقوق يعني الإضراب هي الوسيلة الأعلى الأقصى اللي يمكن نستعملوها باش نضغطوا على المسؤولين باش نحصلوا على واحد الحق ديالنا. علاش الأصعب الوسيلة الأصعب؟ حيت حساسة، وحيت فيها الضرر كبير، وحيت فيها تهديد كبير المجموعة ديال الأمور اللي هي مكتسبة كنهددوها، فهذا هو اللي كتضر الحكومة، وهذا هو اللي كنفرض ضر ليد الحكومة، ولكن ما ضرتهاش. وهنا السؤال تيتطرح، علاش ما ضرتهاش يديها؟ تقولوا تتشدوا من يدو اللي كتضروا، علاش ما ضراتش يديها؟ يد الحكومة علاش ما ضراتش؟ تلاميذ شهرين ما قراوش. خصنا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. السيد الوزير التربية والرياضة ما نساوش بأنه في الماضي القريب كان رئيس ديال اللجنة اللي تكلفت ب إعداد تقرير عن نموذج التربة عن نموذج التنموي. وأنا اشتغلت على هذا، اشتغلت كباحث، ماشي اشتغلت كنت عضو ولا ما عندي علاقة به، ولكن من صدر القرار من جو هذا القرار اللي هو شهور ديال العمل والإنصات ومشاورات وتحركات وتنقلات باش استقوا جميع المعلومات اللي يمكن لهم يبنيوا عليها التقرير ديالهم. كأستاذ جامعي مشيت تنشوف شنو قال هذا التقرير هذا، ومشيت تنقلب ايضا في المحور اللي تتعلق بالتعليم. فبغيت نقسم معكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم شي شويه، بغيت نقسم معكم اشنو جا في التقرير. فبالاضافه الى ازمه الثقه، هذا السيد وزير التربيه الوطنيه والرياضه هو المحرر ديال هذا الشيء، شوف تشخيص اللي دار. بالإضافة إلى أزمة الثقة، مكنت المشاورات من رصد خيبة أمل عميقة أمام مغرب عرف إجمالا مسارا إيجابيا في مجال التنمية. هذا المسار الإيجابي اللي هو إجمالي عموما، أرى الفضل الله والفضل لله سبحانه وتعالى ولملك المملكة نصره الله. باش نكونوا واضحين، شوفوا المشاريع، شوفوا التدخلات ديالو، شوفوا التنقلات ديالو، شوفوا التصورات ديالو، شوفوا الخطابات ديالو. انتم كيبقى لكم راه عندكم اليات باش تنزلوا، ومع ذلك كانت حكومه في مستوى اعلى من هذا الشيء اللي عندنا كانت تنزل غيكون احسن. وتجدر الاشاره الى انه اذا كان الشعور بعدم الرضا، شوف التشخيص، انت واعي بان عدم الرضا كاين وخيبه الامل والقلق يغذي نوعا من الاستياء، فإن ذلك لا يفضي إلى حالة من اليأس، بل يترجم بالأحرى استعجالا لبلوغ مستوى أعلى من التنمية وأكثر إدماجا، وهو مستوى يبدو ممكنا في نظر الجميع. كيف؟
كيف سيكون هذا النمو؟ تعطينا السي سيد الوزير كيقترح علينا ايضا فيما يتعلق بالتعليم وهو الموضوع الذي تمحور حوله معظم الانتظارات. هذا التعليم اللي عندنا به الغرض، يتم التاكيد على اعاده تاهيل المدرسه العموميه من خلال تحسين جوهري لجوده التعلمات وتكييفها، راه كان مكتوبه، مع احتياجات سوق الشغل، وذلك من خلال الرفع من الكفاءة البيداغوجية للمدرسين وتشجيع الانفتاح على اللغات الأجنبية وإرساء نظام توجيه ناجع للرفع من فرص النجاح المدرسي. أبي الإضراب ستساهم في توجيه ناجع للرفع من فرص النجاح المدرسي؟ أبي إضراب لشهرين. ماذا يقول أيضا في التقرير؟ يقول نسبة التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم في سن 15 سنة اليوم أو إلى حدود سنة 2019 27%، وفي أفق 35 يعني 2035 بغى السيد الوزير يوصل 75%، ذلك بناء على معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. غتنتقل من 27% ل 75% من 2019 ل 2035. في ماذا؟ في نسبة، في أن التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم في سن 15 سنة، هذا هو العدد اللي غنوصل لنسبة 100. أبي الإضراب لشهرين؟ أبي لوي ذراع الأساتذة؟ أبي تعنيف الأساتذة؟ غنوصل لهذا الشيء هذا؟ أبي حوار عقيم ستصل إلى هذا؟ أبي حوار مع نقابات وتجاهل التنسيقيات اللي كاينين اللي فيهم الالاف والالاف والالاف اللي في الشوارع اليوم كتحتج؟ ماذا يقول ايضا؟ يتعين على الاداره ان تستعيد مهمتها الاساسيه المتمثله في خدمه المواطنين، وذلك بتطوير نظره الاداره الى المواطن. شوف بماذا يطالب السيد الوزير بصفته رئيس اللجنة المسؤولة على النموذج أو تقرير النموذج التنموي، وذلك بتطوير نظرة الإدارة إلى المواطن. يعني الإدارة يجب أن تبدل نظرتها إلى المواطن. من ماذا إلى ماذا؟ من شخص خاضع للإدارة إلى مرتفق ملزم بالضريبة يستحق خدمة ذات جودة. ها؟ أبي التعنت وبالتصعيد وبالغطرسة والعجرفة وبلي الذراع للحكومة، وإحنا في محلبة صراع، محلبة للملاكمة، والله ما تلولنا ذراعنا. بهذا الأسلوب سنغير نظرة الإدارة إلى المواطن؟ بهذا الأسلوب زين في التعليم ماذا؟ فبدون تحول عميق للنظام التربوي، فبدون تحول عميق للنظام التربوي، شوف الوعي ديال السيد الوزير، واعي بانه بدون من غير تحول عميق للنظام التربوي لا يمكن بلوغ اي هدف من الاهداف التنمويه للمغرب على مستوى ازدهار المواطنين والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والادماج الترابي. لذلك فان النموذج التنموي الجديد يدعو الى نهضه تربويه حقيقيه لتحسين جوده التعليم. كيف يمكن ان يكون هناك جوده تعليم بدون جوده شروط عمل الاستاذ؟ الحلقه الاولى الأساسية هي الأستاذ. كيف يمكن أن نحقق هذا النمو، هذا التماسك الاجتماعي، هذا الإدماج الترابي بأستاذة تذهب إلى قرى بعيدة جدا ليس لها مرحاض، ليس لها ماء، ليس لها كهرباء، ليست لها شبكة الإنترنت لتقوم بالأبحاث ديالها كما يقتضي تحقيق هذا الطموح تغييرا نسقيا يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم ولأجل الشروع في إرساء النهضة التربوية إلى المغرب. يدعو النموذج التنموي الجديد إلى إصلاحات طموحة
من شأنها تعزيز واستكمال رؤية 2030 والقانون الإطار المنبثق عنها، هذا بالإضافة إلى الرفع من قدرات النظام التعليمي من حيث الصمود والتكيف مع أوضاع تفرض إكراهات شبيهة بتلك التي رافقت الأزمة الصحية كوفيد، مع إيجاد حلول ملائمة للإكراهات المتعلقة بتعميم وتطوير ربط المؤسسات التعليمية بالإنترنت وتعزيز كفاءة المدرسين في مجال الرقميات. فين غادي يتعلموا هادو الرقميات والإنترنت هما كيقراو في مناطق نائية؟ العيب ليس في المناطق النائية، بل لهم الحق هذوك التلاميذ وهذوك المواطنين في العلم والمعرفة والتمدرس، ولكن خاصنا نوفر لهم الشروط باش ينتقلوا الأساتذة. كيف يمكن الأستاذ أن يقوم بهذا وليس ليست له وسائل النقل، ليست هناك طرقات؟ نظام الاستثمار، الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعليم أو التعلمات. الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين. كيف تحفز المدرسين؟ المدرسين عندها جوج ديال الطرق باش نحفزوهم، الطريقة لا مادية والطريقة المادية. لا مادية هو يشتغلوا على تعلم اللغات، مهارات ناعمة، مهارات الأساسية، مهارات صلبة، المهارات اللي بغيت، جميع أنواع المهارات، الرقمنة، العالم ديال التكنولوجيا يتعلموا فيه، هذا اللامادي طبعا بالطرق، بالمستشفيات اللي تكون قريبة من داك المدارس، بالوسط اللي يكون ماشي مدارس مهددة بالسقوط بدون ماء وبدون كهرباء غادي تمشي تخري فيها. واش الأستاذة عبد الله الأستاذة ولا التلميذة؟ مازال نقول أنا الأستاذ والتلميذ يمشيوا للخلاء، يلا ما كاين والتلميذ والأستاذ، الأستاذ والتلميذة حتى هما نقول لهم سيروا للخلاء قضيوا الحاجات ديالكم، ما يمكنش. هذا اللامادي، والمادي هو نزول معهم المائدة الطاولة باش نتكلموا على أشنو هي المطالب ديالهم. أوف وفي هذا الحال، وشوف راه كاين بزاف ولكن ما نطولش عليكم. يعني ملي كنشوف هذا التقرير وهذا الشيء اللي قالوا السيد الوزير، انا تنلاحظ بان هناك سكيزوفرينيا، هناك حول في الرؤيه. هي السكيزوفرينيا قالها الحسن الثاني رحمه الله عليه، راه كل واحد عنده واحد الدرجه من السكيزوفرينيا اللي هي مقبوله، ولكن ما خصناش نتعداو الحدود، الا تعدينا كيصبح مرض. اذا اليوم سيد وزير التربية الوطنية والرياضة عنده ظروف تشديد في الفشل ديالو، في المهمة ديالو، في المسؤولية ديالو. علاش؟ لأنه فشل كعضو في الحكومة ومسؤول على القطاع، وفشل لأنه هو من صنع هذا التقرير وواعي بالتشخيص وعارف الضرر فين عندنا وعارف الداء فين عندنا، وبالتالي خصو يلقى الدواء في أقرب وقت. الأشجار اليوم ما يبقاوش يخرجوا يتكلموا لنا على القانون ويقولوا احنا ما كنخرقوش القانون، نطبقوا القانون. هادشي اللي كنبغيو حنا، هادشي اللي كنتمناوه. ولكن الا كانت اليوم كتحاوروا مع النقابات وهما اللي عندهم التمثيليه القانونيه وهما المحاور الاساسي ديالكم والمخاطب دستوريا، اشنو غادي يوقع الا عملنا استثناء وشفنا هذيك الشوارع كلها اللي عامره بالاساسيده وخدينا منهم واحد الممثلين، وانا نتوما التنسيقيات ما معترفش بكم، نتوما ماشي القانون، نتوما ماشي المحاور ديالنا، ولكن ان اليوم غندير استثناء حتى انا في ازمه انسانيه، ازمه جيل، ازمه اساسيه، ازمه تربيه، ازمه بلد، ازمه اللي غندفعوا الثمن ديالها ثقيل، غنخلصوا الثمن ديالها، حيت عندنا ظروف قاسيه كنعيشوها قبل، عندنا الجائحه اللي دوزنا، عندنا التضخم، عندنا القدرة الشرائية اللي ضعيفة، هادشي كله راه عنده أثر على التلميذ. وعندي نكمل عليها أنا شهرين ما يقراش، ما يمكنش نتحاور بمنطق الظروف العادية، وأنا لست في الظروف العادية، خصني لازم منطق الاستثنائي في الظروف الاستثنائية، خصني منطق الأزمة في ظروف الأزمة، خصني رجال ونساء استثنائيين لتدبير ظروف ومشكلة استثنائية ولا تاريخيا. خفت نبالغ نقول عالميا. شهرين ما عندنا لا حرب، ما عندنا حتى شي مشكل، وشهرين نجلسوا بلا قرايه. بلادنا من البلدان الحمد لله والشكر لله،
من البلدان الآمنة عالميا ويكون عندنا مشكل بحال هذا راه حرام وحشومة نكملوا في هذه الوضعية هذه حشومة. اللجنة اليوم مازال ما تأسسش، ما عرفتش شنو اللجنة تأسس. غنقول لك لجنة واش نبقاو لجنة مور لجنة وخص اللجنة نديروا لها لجنة إذا نتحاور مع تنسيقيات استثنائيا غادي ندخلهم باش نحل هذه الأزمة ونحل هذا المشكل ونشوف ديك الساعات. وانا راه ما تنتكلمش في النظام الاساسي ولا كنتكلم في الفلوس ولا كنتكلم في الحقوق ديال الاساتذه والمطالبات ديالهم. انا اللي كيهمني التلاميذ اللي خصهم يدخلوا وما خصناش. ومن بعد ملي تعطى لهم الظروف وتعطى لهم الامور اللي غادي تناسبهم باش يشتغلوا وماشي غتناسبهم، يعني راه تناسبهم مع تناسبيه، قاعده التناسبيه لا ريغ دو بروبورسيوناليتي مع داكشي اللي عندنا حنا واللي قادين عليه ومع الظروف اللي كنعيشوا. ولكن نسمع لهم ونعطيهم داكشي اللي قديت عليه ونستأنفوا العمل ونقول لهم غادي نكملوا الحوار ديالنا ونشوفوا الشطر الثاني من الحقوق ديالكم. ها واحد المجموعه الحقوق اللي انا اليوم قادر نستجب لكم ليها، ها هي يلا بداو. انا حاس بكم، ما ديروش التعنت، ما تعطيوناش بالظهر. راه الاستاذ اليوم ما عمري شفت انا الاساتذه، عمري ما شفتهم عندهم القناعه اللي عندهم اليوم، عندهم الحزم اللي عندهم اليوم، عندهم الالتزام اللي عندهم اليوم، التضامن اللي عندهم اليوم. واش هادشي ما بالكمش؟ واش هادشي ما حسيتوش في عينيهم؟ ما شفتوش عينيهم بان اليوم راهم غاديين يعني لواحد الطريق الى ما وصلوش للحوار معكم ونتائج اللي تكون مرضيه للجميع راه ما غاديش يساليو. هاد الوضعية راه ما كترضيناش حنا، ما كترضي حتى شي مواطن، ما كترضي حتى شي مواطن ان وليداتو يبقاو بلا مدرسة. حتى واحد ما راه فرحان لهاد الوضعية، لا الأستاذ براسو اللي يدير الإضراب فرحان، ولا أولياء التلاميذ الآباء ديالهم والأمهات ديالهم، ولا الناس اللي ما عندهمش كاع وليدات تيقراو في المدرسة. حتى واحد ما راضي، وأنا متأكد حتى أنتم كحكومة ما راضيينش، ولكن راه خاص ديروا الاجراءات ديالكم، راه خاصكم ديروا يديكم في العجينه وتقولوا صافي غناخذوا الجرأه باش ناخذوا قرارات اللي خصنا ناخذوها في هذا الوقت، في هذا الوقت وما بقالناش نزيدوا، انتهى الامر، هكا خصنا نشتغلوا.